يا أخي والله يا البارح يا معايا فخدود انه يتنقل من بيت لبيت يا جماعه الخير، من ذا الخدروش ذا الخدروش، ومن هنا ما ادري كيف. لاول مره انا اشوف الدنيا دي غرف مع ذاك قدام، لكن يا جماعه الخير يتنقل من غرفه لغرفه ومن مكان لمكان. المهمه يعني قادم يجي قدام عيوني ان فخدود هذا، قادم يجي حتى ذي المره، وانتم بالكرامه القطلب شب شب بأزخه زخت مرة غش زخيته، فحطل على طول ما عاد ضبطه ولا نطحه، وأشل أبوه هكذا جاء طرف جناحه وأرجنبه أنبسه قاعد ترجيله لقطه صار تحاربه هو واحد عليه حتى غدا ديوك عليه على فخدد هذا. لكن اتعبني يا جماعه الخير والله كما اقص لكم ذحين انه قادم يجي هذا اللي يقول للطلاب، هذا اللي يقول له اهل العلم ام خفاش مدري ما هو، يقول احنا ما نعرف الا فخدود، ما خلقته حتى شيبته وانا عادن عليه علم فخدود هذا. وهذا الطلاب اللي يقولون هذا اللي قال لك لا خفاش ام خفاش، هذا اللي بيتم عشش ام ليل كان عندهم قروينا يبي تفق عندهم قرعينه، وصار ماذا حانت يعجعج هكذا يقول هكذا يا جماعه. تقول اف 15 هكذا تقولها شيء لكع عيوني لكعه، واني اخطف ابو بحذيه وانتم بالكرامه اللي قدمر جنبه. قلت تنكع عيوني، لا والله لا ميتتك ولا تكع عيونك انت وتموت ولا تقابل العين تعميني منها. والله ابتلو ضربتها مفضلة القطة رجبته بلبسه صارت حارب عليه، وبس ثاني ملخه ملخه ضيج رضبه كذا يسحب حتى خلى ابو هلا، والا لو كبيته والله لا يسري قبل لعيونك لا يعميها. لكن الحمد لله ارتحنا منه بفضل الله وتوفيقه.